يا مساء الروحانية والأيام الفضيلة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يتقبل من الجميع الصيام والقيام. ادعوا بجميع ما تتمنوا، عسى الله يحقق لنا ويحقق لكم جميع أمنياتكم وأهدافكم. ورح نبدأ اليوم تغطيتنا في قسم الأدوات المدرسية. رح نكمل التغطية بإذن الله. وقبل لا نبدأ تغطيتنا، حابة أذكركم بفروعنا: الرياض مقر 29 شارع بلال بالرباح، خميس مشيت الخلدية والضيافة، والتصوير من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البنك. ورح نبدأ تغطيتنا بقسم ورق الإيفار الأكثر طلباً. متوفر عندنا الأبيض، متوفر عندنا الملون من شركة روكو. طبعاً راح يجيكم كل مغلف 100 ورقة هذا الشكل. راح تاخذوا كل مغلف وبخمسة ريال، سواء باللون الأبيض أو الملون. واللي كانوا بيسألوا على دفاتر الملاحظة بالحجم الكبير، شوفوا معايا ما شاء الله العرض الجميل. راح تاخذوا الحجم الكبير 3 قطع وبخمسة ريال. من نفس القسم كمان متوفر عندنا ورق الشفاف، كثير منكم طلبوني أصوره، متوفر بالحجم الكبير. ونفس الشيء راح تاخذوا كل مغلف وبخمسة ريال. عاد قسم الاستيكرات ما شاء الله قسم جدا كبير ومتنوع. استيكرات الملاحظات متوفرة بأشكال مختلفة ومتنوعة، ما بين اللي تجيكم مجموعة متكاملة بهذا الشكل، بألوان مختلفة، بأكثر من حجم وأكثر من شكل. شوفوا معايا المجموعات مختلفة وبتناسب جميع الأذواق. وما بين اللي تجيكم دفاتر صغيرة بهذا الشكل، القسم ما شاء الله كبير ومتنوع، متوفرة فيه مجموعات جدا توفيرية بتناسب الجميع. ورح تاخذوا كل مجموعة بخمسة ريال. دفاتر صغيرة بهذا الشكل، القسم ما شاء الله كبير ومتنوع، متوفرة فيه مجموعات جدا توفيرية بتناسب الجميع. ورح تاخذوا كل مجموعة. وجديدنا اللي توفر عندنا في القسم الأدوات الهندسية من شركة كلاس اللي بيحتاجوها. عندنا هنا عرض تاني، شوفوا معايا العرض المميز. رح تاخذوا العبوتين وبخمسة ريال. عندك أطفالك كلهم بيحتاجوها. شركة مجمع الشامل بتحرص دائما على توفير جميع طلباتكم بسعر ولا أروع وجودة رائعة وبشكل توفيري. شوفوا معايا المراسم اللي توفرت عندنا، ما بين اللي تجيكم عبوة بهذا الشكل 24 قطعة، ما بين المجموعة الثانية. شوفوا معايا ما شاء الله المجموعة كبيرة، ما بين عبوتين من المراسيم، المساحات والبرايات والألوان. والعرض الحلو أنكم رح تأخذوا مجموعتين بهذا الشكل وبخمسة ريال. تعالوا وخذ العرض المميز وبسعر واحد. عندنا هنا العبوات الثانية، عاد ما عليك اللي تجي وتختاري اللي بيناسبك، والسعر لا تشيلي همه. عبوتين والمساحات والبرايات، صراحة ما شاء الله المجموعات جدا رائعة وتوفيرية، وراح توفر عليكم كثير. ما عليكم اللي تجي شركة مجمع الشامل. شركة مجمع الشامل بتحرص دائما على توفير جميع طلباتكم بسعر ولا أروع وجودة رائعة وبشكل توفيري. شوفوا معايا المراسم اللي توفرت عندنا، ما بين اللي تجيكم عبوة بهذا الشكل 24، وتاخذوا اللي بيناسبكم بجودة رائعة وسعر ولا أروع. بما أنه التعليم عن بعد، أكيد راح تحتاجوا السبورات لتعليمهم بشكل أسهل. شوفوا معايا توفرت عندنا السبورات بالحجم المتوسط، ما بين اللي تجيكم بهذا الشكل، ما بين تجيكم تعليمية للأطفال الصغار. من الخلف راح تجيكم حروف وأسامي بعض الحيوانات بحجمين، الحجم الكبير والحجم الوسط. وتوفرت عندنا كمان سبورة المهام، راح تستفيدوا منها كثير في تدوين المهام والواجبات، وممكن كمان تخلوها لتحفيزهم. كل ما جاوب بتحطي له صح أو نجمة، وراح ينبسط ويتحمس بشكل أكبر. ما عليكم إلا تجوا تاخذوا كل قطعة وبخمسة ريال، الحقوا عليها. ولسه ما خلصنا من أحلى العروض لأحلى متابعين.
ما شاء الله القسم جدا كبير ومتنوع في العروض، تعالوا وشوفوا العرض اللي بيناسبكم، وراح يكون عرض جدا توفيري وراح يعجبكم، والسعر ولا أروع. شوفوا معاي المجموعة هذه، ما بين المراسيم، ما بين المسطرة، البراية، المساحة والألوان، مجموعة جدا متكاملة ما راح تحتاجوا بعدها شيء. تعالوا خذوها بسعر 5 ريال بس. يا سلام على شركة مجمع الشامل، لما بتحب تميز عملائها وتدلعهم بأجود المنتجات. شوفوا معايا المنتج الجبار اللي توفر عندها لليوم، رح يجيكم عبارة عن طابعة بأشكال مختلفة لتحفيز أطفالكم على المذاكرة، صراحة جدا رائعة ورح تستفيدوا منها كثير ورح ينبسطوا عليها. تعالوا خذوها 6 قطع و5 ريال يا بلاش، الحقوا عليها. تحتاجوا حافظات للأقلام والألوان بجودة رائعة وأشكال مميزة وسعر ولا أروع. تعالوا شوفوا معايا قسم حافظات الأقلام، متوفرة عندنا بأشكال مختلفة، ما بين الترتر، عندنا هنا أشكال الماربل، عندنا أطفالكم على المذاكرة، صراحة جدا رائعة ورح تستفيدوا منها كثير ورح ينبسطوا عليها. تعالوا خذوها 6 قطع و5 ريال يا بلاش، الحقوا عليها. الفروة عندنا اللي تجيكم بهذه الأشكال للبنات والأولاد كمان، ورح تكون سعر كل قطعة 5 ريال. وزي ما انتم عارفين التجليد شيء أساسي مهم لتجليد الكتب والدفاتر، عشان تجلس معاكم فترة طويلة وما بتتقطع لنهاية السنة أو الترم كامل. شوفوا معايا متوفر عندنا تجليد بأكثر من شكل، ما بين اللي تجيكم سادة شفافة بأشكال مختلفة، وما بين اللي تجيكم برسمات، وما بين اللي تجيكم ملونة بهذا الشكل، وما بين اللي تجيكم بهذا الشكل من دون لصق. ما عليكم إلا تفكوا وتحطوا الكتاب وتلصقوه من الطرف، رح تجيكم مع الستيكر. عاد المجموعات تختلف ما بين 10 و9 قطع و7 قطع، ورح تاخذوا كل مغلف بهذا الشكل و5 ريال. اللون اللي بيناسبكم ورح يكون بهذا المقاس، ورح تاخذوا الرول كامل و5 ريال، مغلف بهذا الشكل و5 ريال. وخلونا نشوف مع بعض قسم الملفات، وكان عليه طلب جدا كبير. طبعا قسم ما شاء الله كبير ومتنوع، متوفرة فيه جميع الملفات اللي بتحتاجوها، وحتى الفواصل متوفرة عندنا، راح تجيكم بهذا الشكل 6 مغلفات و5 ريال، عرض ولا أروع. تعالوا خذوها وبسعر جدا مناسب. متوفرة عندنا كمان الملفات الشفافة، راح تجيكم بهذا الشكل اللي بيحتاجوها للأوراق المهمة، راح تاخدوا 12 ملف و5 ريال. متوفرة عندنا كمان تجيكم بهذا الشكل الجيب، عاد ما شاء الله تشكيلة متنوعة، وراح تاخدوا سعر كل مجموعة أو كل قطعة و5 ريال. وطبعا بما أنه التعليم عن بعد، راح تحتاجوا السبورات بشكل جدا كبير، وراح تسهل عليكم مهمة التدريس. الله يعين جميع الأمهات ويوفق جميع الطلاب. تعالوا خذوها، توفرت عندنا بالحجم الكبير وبسعر ولا أروع، الحقوا عليها. وكلنا عارفين قديش الأطفال بيملوا من الدراسة بشكل مستمر، خصوصا أنه هذه المرة راح تكون في البيت، وإنتي كأم لازم تحمسيهم وتحفزيهم. الحل في شركة مجمع الشامل، ما عليك إلا تيجي وتاخذي الصلصال والسلاي وتبسطيهم بأفضل المنتجات وأجودها وبالسعر اللي بيناسب الجميع. شوفوا معايا الأشكال ما شاء الله متنوعة، ما بين الرملي، ما بين اللي تجيكم بالقوالب بهذا الشكل، راح ينبسطوا عليها كثير حقين الابتدائي. تعالوا وفرحوهم، وراح تكون سعر كل مجموعة أو كل قطعة و5 ريال. واللي طلبوا صور لهم كراسي الأطفال، متوفرة عندنا بأكثر من شكل، ما بين هذا الشكل وعندنا الشكل الثاني، بألوان مختلفة ومتعددة، وراح تكون سعر كل قطعة و5 ريال. بخصوص اللي ما لحقوا ياخذوا الطاولات أو ما حصلوها، عندي لكم حل مؤقت راح تستفيدوا منه كثير. تعالوا خذوا هذه الطاولات واستخدموها كحل مؤقت، صراحة جودتها جدا رائعة وراح تستفيدوا منها كثير
ورح تفيد أطفالكم للكتاب عليها، والسعر ولا أروع. المدارس على أبواب، وأكيد محتاجين الأقلام. الجسم ما شاء الله كبير ومتنوع، متوفرة فيه جميع الألوان السائلة والجافة من شركة تولي، متوفرة عندنا. شايفين ما شاء الله الجسم قديش متنوع، من شركة روبا كمان. ورح تاخدوا كل عبوة ما بين 10 قطع وال12 قطعة ب5 ريال. ما بين المجموعة التوفيرية هذه رح تجيكم المراسيم والألوان البرايات والمساحات مجموعتين بهذا الشكل وب5 ريال. صراحة عرض جدا رائع وتوفيري. تعالوا اختاروا العرض اللي بيناسبكم، والسعر لا تشيلوا همه. كل اللي كانوا بينتظروا دفاتر التلوين رجعنا وفرناها مع الاستكرار بشخصيات مختلفة، ما بين لولوكاتي، ما بين شخصية LOL، وما بين سبايدر مان وبات. كل ما تحتاجوا للأدوات المدرسية متوفر في شركة مجمع الشامل، أكثر من 10 أقسام متوفرة فيها جميع احتياجاتكم. ما بين المراسيم عندنا هنا الألوان بجميع الأقسام كيف متنوعة، وراح تحصلوا كل اللي بتحتاجوه وبسعر جدا رائع وتوفيري. أنواعها الخشبية، المائية، الزيتية والإكريليك، حافظات الأقلام، المساطر، البرايات والمساحات، الدفاتر بجميع أنواعها. شايفين ما شاء الله كمان متوفرة عندنا أشكال بتناسبكم. ما شاء الله الجسم كبير ومتنوع، بيلبي جميع احتياجات الفئات العمرية جميعها. ورح تاخدوا كل قطعة في الجسم ب5 ريال. بالنسبة لللانش بوكس متوفر عندنا بأشكال بتناسب البنوتات وتناسب الأولاد كمان، ما بين اللي تجيكم مقسمة من الداخل بهذا الشكل. شايفين الأشكال وتنوعها، ما بين اللي تجيكم بخانة واحدة. اخذوا كل قطعة ب5 ريال. اللي لسه أطفالها في التمهيدي راح يستفيدوا من هذه السبورة بشكل جدا كبير في تعليمهم الحروف وأسماء الحيوانات، وأيضا التدريب على الكتابة. راح تجيكم مقاسات مختلفة، مقاس الوسط والمقاس الصغير، وعندنا هنا الشكل الثاني راح تجيكم بهذا الشكل. ورح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال. من ضمن الأسئلة اللي دائما بتوصل لي شنط الأطفال بالحجم الصغير، طبعا رح تجيكم على الظهر، متوفرة عندنا للأولاد وللبنوتات كمان بأشكال متنوعة ومختلفة والسعر واحد. وشوفوا معايا كمان الكتب التعليمية للأطفال ما بين الأرقام الحسابية. شوفوا معايا اللي في التمهيدي راح يستفيدوا منها كثير. عندنا هنا كمان الأحرف العربية، راح تجيكم جميع الحروف، وعندنا كمان هنا الكلمات. صراحة جدا مفيدة، والعرض الجميل انكم راح تاخذوا ال3 دفاتر كاملة ب5 ريال. اسم الأدوات المكتبية عندنا مو بس للتعليم، كمان للتسلية. اللي حابة يتسلوا أطفالها تعالوا خذوا الفلين المشكل، هذا راح يجيكم بشخصيات أو أشكال مختلفة، وراح تكون كل قطعة بهذا الشكل ب5 ريال. والشيء الثاني اللي راح يحبوه كثير من أطفالكم اللوحة الجميلة هذه مع الألوان الجليتر، متوفرة بشخصيات مختلفة، وراح تكون سعر كل قطعة ب5 ريال. تعالوا وفرحوا أطفالكم بأجود منتجات وسعر يناسب الجميع. وكلنا عارفين قديش الأطفال بيحبوا الصلصال والسلايم، ووفرنا لكم كوليكشن جدا واسع للصلصال والسلايم بأشكال مختلفة ومتنوعة، ما بين اللي تجيكم مجموعات بهذا الشكل، ما بين اللي تجيكم مع القوالب والرمل كمان وفرنا.
ورح تاخذوا كل قطعة أو كل مجموعة بخمسة ريال. وجديدنا من نفس القسم الكراسات بالأوراق اللي لونها أسود وفيها ميزة جدا رائعة، رح تجيكم مع القلم الخشبي بهذا الشكل، تكتبوا وترسموا اللي بتحبوه. صراحة شكلها جدا رائع ومميز. المبدعين والمبدعات تعالوا ورونا إبداعكم، رح تاخذوا كل قطعة بخمسة ريال. الرسامين والرسامات واللي بيحبوا يستخدموا الألوان بشكل مستمر، ما عليكم إذا تجوا شركة مجمع عشان تشوفوا قسم الألوان. توفرت عندنا جميع الألوان اللي بتحتاجوها، ما بين الزيتية، الكريليك، الغواش، هنا عندنا المائية، ألوان القزاز، هنا عندنا الألوان المائية اللي بتجيكم مع الفرشة، وكان عليها طلب جدا كبير وفرناها لعيونكم، ما بين الشمعية، ما بين الخشبية. شوفوا ما شاء الله القسم جدا كبير ومتنوع، بيلبي جميع احتياجاتكم. ما عليكم إلا تيجوا وتاخدوا اللي بتحتاجوا بسعر 5 ريال بس. اللي لسه ما استعديتوا عودة المدارس لا تشيلوهم، ما عليكم إلا تيجوا شركة مجمع الشامل، متوفر عندنا أكثر من 10 أقسام لجميع الأدوات المكتبية اللي بتحتاجوها، وزي ما انتوا عارفين جودة ولا أروع، والسعر بيناسب الجميع. الشابات والشباب والمعلمات اللي بيحتاج الدفاتر بالحجم الكبير متوفرة عندنا، رح تجيكم عربي 80 ورقة بأشكال وألوان مختلفة بتناسب جميع الأذواق. شوفوا معايا القسم ما شاء الله قديش كبير ومتنوع، متوفرة فيه جميع اللي بتحتاجه. رح أفصل لكم جميع الأحجام المتوفرة وبسعرها الرائع. بالنسبة لدفاتر السلك متوفرة عندنا ما بين 180 و60 و40، ورح تاخذوا كل مجموعة وبخمسة ريال، متوفرة بأشكال مختلفة ومتنوعة، عروض جدا رائعة وتوفيرية، تعالوا الحقوا عليها والسعر واحد. وكثير منكم كانوا بيسألوني على التجاليد، متوفرة عندنا بهذا الشكل، راح تجيكم لصق ذاتي مقصوصة، ما عليكم إلا تحطوا الكتاب وتغلفوه، سهلنا عليكم المهمة. طبعا راح تاخذوا المغلف ومختلفة، تعالي واختاري اللون اللي بيناسبك والسعر واحد. متوفر عندنا اللي تجيكم برسمات مختلفة بتناسب البنوتات والأولاد كمان، 10 قطع. طبعا هذا الشفاف راح يجيكم بنقشات مختلفة، وكل مغلف راح يكون فيه 10 قطع وبخمسة ريال. بتوفر عندنا كمان الملون بألوان متعددة. واللي بيفضلوا الدفاتر العادية متوفرة عندنا أيضا مجموعات توفيرية، راح أفصل لكم هي جميعها بكل مجموعة كم قطعة والسعر واحد. لكثرة الأسئلة كيف من الداخل وكيف بيتركب، تركيبه جدا سهل، ما عليكم إلا تحطوا الكتاب. شوفوا معايا هنا زي الجيب رح يجيكم، تحطوا الكتاب وتلصقوا من هذه الجهة بشكل جدا سهل وسريع. والميزة حلو إنه رح يجيكم الستيكر، طبعا متوفر بأشكال مختلفة ما بين أشكال الأطفال، 10 قطع المغلف، المقاسات مختلفة ما بين الشفاف، 13 قطعة المغلف، ورح تاخدوا كل مغلف وبخمسة ريال. واللي بيسألوا على تجليد الرولات متوفر عندنا بجميع الألوان، عندنا هنا الشفاف ورح تاخدوا الرول بخمسة ريال. واللي بيحتاجوا ورق الملاحظات متوفر عندنا بأكتر من شكل وأكتر من مقاس، أشكال مختلفة والمقاسات أيضا مختلفة، الحجم الكبير، الحجم الصغير، الألوان واللون الأبيض، ورح تاخدوا كل قطعة بهذا الشكل وبخمسة ريال. ما شاء الله الأقسام جدا كبيرة ومتوفرة فيها جميع اللي بتحتاجوه. شوفوا معايا هنا ورق التصوير الـA4 متوفر عندنا بأكتر من شركة، وبين اللي تجيكم 100 قطعة وبخمسة ريال، تعالوا واختاروا المنتج اللي بيناسبكم والسعر واحد. صار وعندنا كمان الأقلام، عندنا هنا ذريشتين، تعالوا
واختاروا اللي بيناسبكم واللي بتحتاجوا. القسم ما شاء الله كبير ومتنوع والسعر ولا أروع. وبنحب نميزكم بأفضل عروض. شوفوا معايا عروض المراسيم ما بين العبوة 24 قطعة ما بين اللي تجيكم بهذا الشكل، صراحة عرض ولا أروع. شوفوا معايا ما شاء الله المجموعة متكاملة، عبوتين للمراسيم كل عبوة 12 قطعة. عندنا هنا الألوان، البرايات والمساحات، والميزة الحلو أنكم راح تاخذوا مجموعتين بهذا الشكل وبخمسة ريال. ما شاء الله المجموعات مختلفة ومتنوعة وبتناسب الجميع. المجموعات توفيرية والسعر ولا أروع، ما عليكم إلا تيجوا وتوفروا عليكم وتاخذوا من عندنا كل المحتويات مختلفة. شوفوا معايا السلايم والصلصال متوفر عندنا بأكثر من شكل وبيناسب جميع الأذواق. عندنا هنا الرمل الملون، واللي بيحبوا يعملوا الأعمال الفنية متوفرة عندنا عجينة السيراميك بهذا الشكل 500 جرام، ورح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. وكل اللي سألوني كمان عن لانش بوكس متوفر عندنا، بيناسب الشابات والشباب واللي عندهم دوامات، المعلمين والمعلمات، رح يجيكم مقسم من الداخل بهذا الشكل. الألوان مختلفة وغطى المحكم الغال، ورح تاخذوا كل قطعة بخمسة ريال. وكل اللي كانوا بيسألوا على بوكس الفلين ما زال متوفر بالشكل المستطيل، حجمين، الحجم المتوسط والحجم الصغير. تعالوا خذوه وحطوا فيه بعض المشروبات. وأكيد ما بننسى قسم الأقلام، متوفر عندنا ما شاء الله قسم جدا كبير ما بين الأقلام السائلة ما بين الأقلام الناشفة، وجميع الألوان متوفرة والشركات مختلفة ما بين اللي تجيكم 10 قطع و 12 قطعة ما بين اللي تجيكم بهذا الشكل تمسح. راح تحتاجوها جدا كثير للأطفال اللي دوبهم بيتعلموا يكتبوا ومتوفر تشكيلة جدا واسعة من دفاتر التلوين والكتب التعليمية لأطفالكم.